الأشواط تستمر والتحديات أيضا تستمر مع انطلاقة شوطنا السادس عشر لفئة الصعوب الأصائل ورحلة الأشواط الألف ومئتين. العروض مستمرة والإبداعات أيضا تستمر، عروض ممتازة وإثارة ولا أروع في أرضية هذا الميدان، ميدان رقعات، ميدان الانتاج الفاخر. نتابع حامة الرقم 7، هناك بشعار بن قماش نعم على المركز الأول والصدارة مع عنفوان، هناك يتواجد حميد، هناك يتواجد حميد بن قماش الدرعي على المركز الأول والصدارة هلولة والتحديات المتميزة في هذا المسار. سالم بن حميد بن قماش نعم الدرعي على المركز الاول، المركز الثاني هناك الشاهنيه عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي على المركز الثاني، والمركز الثالث الشاهنيه فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، ولكن تابع يا من تتابع سياف حميد بن راشد بن حميد الدرعي. يا هي اسماء عملاقه، يا هي مسميات متميزه، يا هي اشكال، يا هي ابداعات، يا هي عروض من الجانب الايمن، من الجانب الايمن من الزاويه المتميزه. هناك تابع، هناك الشاهنية فارس بن عبد الله بن سعيد وشواهين محمد بن سعيد بن محمد الدرعي. يا هو شوط، يا هو أداء، يا هو حماسة، هي إثارة في أشواط الصعوب. كم ننتظر لهذه الأشواط المتميزة الذي تحمل المفاجآت، الجيل الصاعد، المفاجآت ما بين الشاهنية وشواهين، شواهين وشاهنية، بن فارس بن فارس بن فارس بن فارس. يهد السلامات لمالك الشاهنية بشعار هناك جزيل وراعي جزيل، اسعد الله صباحك يا ابن فارس على هذا الفوز والانتصار المركز الاول والمركز الثاني. شواهين محمد بن سعيد بن محمد الدرعي وسيافه على المركز الثالث حميد بن راشد بن حمد الدرعي. التوقيت تلزم دقيقه 52 و25 جزء من الثانيه، دقيقه 52 و25 جزء من الثانيه.